التين المجفف. قد لا يحتمل التين الطازج أكثر من أسبوعين قبل أن يفسد، إلا أن التين المجفف متوافر على مدار السنة، وعمره بالعادة يكون أطول من التين الطازج. فالتين المجفف يتميز بأنه كنز غذائي غني بالعناصر الغذائية الهامة للصحة، وقد استخدم منذ القدم لعلاج العديد من الحالات الصحية المتعلقة بالتنفس والمناعة والجهاز الهضمي. فما هي هذه الفوائد؟ وكيف بإمكانه تحسين صحتك للأفضل؟ السيطرة على ضغط الدم. نظراً لاحتوائه على مستويات عالية من البوتاسيوم، فإن من فوائد التين المجفف أنه قد يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، إذ يساعد البوتاسيوم الموجود في التين المجفف على الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، خاصة في حال تناول كمية عالية من الصوديوم. الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من الألياف، إضافة إلى احتوائه على مواد غذائية مفيدة للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما قد يكون له دور في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. الحفاظ على كثافة العظام. يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من العناصر التي تساعد بشكل كبير على تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، ومنها البوتاسيوم والكالسيوم. ومع التقدم في العمر يبدأ الجسم بأخذ نسبة من العناصر التي يحتاج إليها من العظام، الأمر الذي يقلل من قوة وكثافة العظام، ما قد يتسبب في ألم المفاصل وزيادة فرصة الإصابة بهشاشة العظام. ولكن تناول بعض الأطعمة مثل التين المجفف قد يساعد على إبطاء وتيرة العمليات المذكورة، مما يحافظ على العظام صحية وقوية ولفترة أطول. مصدر جيد للحديد. يحتاج الجسم الحديد لنقل الأكسجين في مجرى الدم بكفاءة إلى كافة أنحاء الجسم، ومع نقص الحديد في الجسم تنخفض كميات الأكسجين التي تصل الجسم، ما يجعل الشخص يشعر بالتعب وأعراض أخرى مزعجة. ومن فوائد التين المجفف أنه يساعد على إمداد الجسم بنسبة جيدة من حاجاتك اليومية من الحديد، إذ يحتوي كل نصف كوب من التين المجفف على 1.5 ميلي جرام من الحديد. جيد لمرضى السكري. إن محتوى التين المجفف من الألياف يجعله من الأطعمة الجيدة لتنظيم عمليات إطلاق الجلوكوز والإنسولين في الجسم، إضافة إلى ملاحظة وجود خصائص في التين تعمل على تقليل مستوى الجلوكوز في الدم والحفاظ على صحة الكبد. بسبب تركيز السكريات العالي في التين المجفف، يجب مراعاة عدم تناوله بكميات كبيرة من قبل مرضى السكري بشكل خاص. السيطرة على الكوليسترول. وجدت عدة دراسات أن الكمية الكبيرة من الألياف التي يحتوي عليها التين المجفف تساعد على التقليل من نسب الكوليسترول المتراكم في الأوعية الدموية، وبالتالي فإن تناول التين المجفف بشكل منتظم في حميتك الغذائية قد يساعد على الحماية من أمراض القلب وتراكم الدهون في الأوعية الدموية. الوقاية من الأمراض المزمنة. من فوائد التين المجفف أنه يساعد على تزويد الجسم بالمعادن والفيتامينات الهامة، والتي قد يتسبب نقصها في حدوث التهابات وأمراض مزمنة في الجسم، وبالتالي قد يساعد في الوقاية من هذه الأمراض. العناية بالبشرة وتحسين مظهرها. يحتوي التين المجفف على مستويات عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين هي وفيتامين ألف، وهي عناصر غذائية هامة، حيث أنها قد تساعد على منح البشرة مظهراً رائعاً وتحسن من مرونة البشرة، وتعمل كمضادات أكسدة تقي من التأثير السلبي للشوارد الحرة، وتقلل بالتالي من فرص ظهور علامات تقدم السن مثل التجاعيد. كما أن محتوى التين المجفف العالي من مضادات الأكسدة يجعله عاملاً هاماً يساعد على الحماية من أمراض تتسبب بها الجذور الحرة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب. محاذير وأضرار التين المجفف. مع أن فوائد التين المجفف عديدة ورائعة، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المحاذير التي عليك معرفتها، وهذه أهمها.
ينصح بعدم الإكثار من تناول التين المجفف وتناوله باعتدال للحفاظ على الوزن لاحتوائه على كمية عالية من السعرات الحرارية. قد تكون لدى البعض حساسية تجاه بعض أنواع الطعام بما في ذلك التين المجفف، وبالنسبة لهؤلاء يجب تجنب تناول التين المجفف تماماً. قد يكون التين المجفف تأثيرات جيدة وإيجابية على سكر الدم، إلا أن تناوله بإفراط قد لا يكون حكيماً من قبل مريض السكري. يحتوي التين المجفف على كمية كبيرة من الألياف، لذا قد يسبب الإسهال في حال تناوله بكمية كبيرة. يعد التين المجفف غني بفيتامين كي، ما قد يتداخل مع الأدوية التي تؤثر على ميوعة الدم مثل الوارفارين. العناصر الغذائية في التين المجفف: يحتوي التين المجفف على سعرات حرارية أعلى من التين الطازج، إضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الهامة. ومن أهم هذه العناصر الكربوهيدرات، ومنها السكريات، الألياف، الفيتامينات والمعادن وتشمل الكالسيوم، وفيتامين كي، فيتامين ألف، البوتاسيوم، الحديد والمغنيسيوم. والتين المجفف خالي تماماً من الكوليسترول، ويكاد لا يحتوي على الدهون، كما أنه غني بمضادات الأكسدة الضرورية والهامة لتحسين الصحة. إليك فيما يلي أهم العناصر وقيمها الغذائية لكل 100 جرام من التين المجفف.